يلعب اليوم مع فريق ابناء القدس، وكما قلت يعني ابناء القدس موجود في البلدة القديمة يعني حي من احياء او لقب الان للامام، خطيرة، جول جول جول. هذه ليلتي، هكذا يقول عمر أردنية وفريق ابناء القدس عموما، هذه ليلتي وحلم حياتي، هذه ليلتي وحلم حياتي. مباراة العمر لفريق ابناء القدس عن طريق عمر أردني، لموشات لموشات امام نور ابو حيش، امام نور البديل، امام كمال سالم، امام الردايدة العتمات. هكذا هكذا يعني يبين لنا عمر أردني ولاعبو الابناء فريق قادم من الدرجة الثانية لدوري الاولى صاعدا نحو المحترفين. لحظة تاريخية، لحظة تاريخية للأبناء، لكن المباراة لم تنتهي. عمر لعب الأرضية، على كل حال ركلة ركنية للمركز، عالية خطيرة راسية، جول 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 جول. يا الله يا الله على مباراة حسين أبو قلبين، حسين أبو قلبين يقدم المباراة لفريق مركز طول كرم. شو صار شو صار شو صار شو صار؟ مين اطلعها بإيده يا جماعة؟ مين اطلعها بإيده؟ يعني إيش صار؟ ركلة جزائية في اللعبة الأخيرة. أنا شفت الحارس خالد وأبو قلبين، خالد وأبو قلبين، خالد جول جول. والمركز المركز باق باق ويتمدد باق ويتمدد. جول التعادل جول التعادل، واشتعلت المباراة. واحد 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 حاليا. المركز بحاجة الى هدف وحيد حاليا. كرميين ام يفعلها للمركز ويسجل الثاني. خالد سالم يا لعيب يوسف شباب الاردن السابق، لاعب نادي عجمان في الامارات سابقا، لاعب برضو في دوري الجامعات الامريكية مع فريق سيتي الوندرز. الأم شتاتي، سأعود سأعود أقدم عاشق أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم أعظم الثورات. الانتفاضة الانتفاضة الكرمية، انتفاضة المركز، انتفاضة الزعيم، تأتي كلها تأتي كلها في الدقائق الحالية. ياهي دقائق، ياهي ثلاث دقائق، يا مركز طول كرم يعود الزعيم ويتقدم بالنتيجة. يعود يعود نعم يعود مركز طول كرم بجرينتا التاريخ، بجرينتا العراقة، بجينات اكتسبها من زمان أبناء عوفي، أبناء كمال سالم، أبناء سيف الدين سالم في الثانوية الأولى. يعودون بهدف عالمي 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 من معن جمال، من معن جمال الثاني في المباراة. العارضة التي ردت كرة أولى للمركز لم تنجح في التصدي للكرة الثانية، ساعدت أبو قلبين ولكنه لم يساعد نفسه، ضربت في ظهره.